بالصورة والصوت من جديد نحن معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجريات شوط المباراة الثاني لحساب الدوري ربع النهائي من مسابقة كأس السيد رئيس الجمهورية العربية السورية لكرة القدم. لقاء فرسه الاتحاد والوحدة، الوحدة والاتحاد هنا في ملعب الباسل في اللاذقية، الذي قد يشتعل بهدف أول، قد يشتعل بهدف أول لولا ارتماء دفاعية وحدوية. شوط ثان يبدأ بدون مقدمات، لا يسمح لي بالتمهيد والقول أن سالفه انتهى صفر مقابل صفر، كدت أقول 1-0 للأهلي لولا الحضور الدفاعي الوحدوي الذي شارك بتغطية زاوية الرؤية على المهاجم الأهلاوي الذي سدد وأضاع الفرصة الأولى في بداية شوط المباراة الثاني. دخول للاتحاد يتحدث عن نفسه ولا يستدعي أن أصفه أنا، الاتحاد يقول سأتقدم أنا أولا، تقاسمنا السيطرة، لكم الاستحواذ ولنا الخطورة في شوط المباراة الأول، أما الآن فأنا أستحوذ وأشكل الخطورة منذ الدقيقة الأولى. والرسالة الفنية وصلت، وأيمن الحكيم في هذه اللحظة يعمل على معالجتها ويعاين الأضرار. طويلة من إبراهيم ومؤيد الخولي موجود في الدفاعات الوحدوية بتأن وهدوء إلى منتصف الميدان أرثر دا سيلفا وتفاعله مع الفرصة الأولى التي ضاعت على الاتحاد على الجهة اليمنى. يبدأ الفريقان الشوط الثاني بذات التشكيلة التي بدأنا معها في الشوط الأول، كعب يا سلام في منتصف الميدان، دخول في أجواء اللقاء، لابد من حركات فنية في بعض الأحيان لكي تدخل أنت كلاعب ذهنيا في أجواء شوط المباراة الثاني. عمليات الإحماء لمعظم تشكيلة الاحتياط الاتحادية وبنك الاحتياط رهن إشارة أرثر دا سيلفا، الكل متحمس للدخول في رهان هذا اليوم، رهان قمة الخامس من نيسان، من يحسمها لأنها ليست الأولى من نوعها. يا سلام على هذه الانطلاقة، انطلاقة صاروخية على الجهة اليمنى لم يكتب لها النجاح ولم تكتمل لوجود تغطية دفاعية وحدوية على اليسار عنوانها مؤيد عجاء. أمامكم أرثر دا سيلفا وأمامكم مدافعو الوحدة يتناقلون الكرة فيما بينهم بحثا عن أول حالة خطورة للوحدة في شوط المباراة الثاني. الكرة من فوق المدافع يقول انهض، لا وجود للفول هنا، عودة دفاعية لمحمد عنز وعودة كذلك لبرهان صهيوني أمامكم يقول انهض، لا وقت للفولات، أخذتم ما يكفي من الضربات الحرة المباشرة في شوط المباراة الأول، أنت يا محمد يا حلاق أضعت فرصة في الدقيقة 45 من الشوط الأول، كان سيختلف الحديث الآن لو سجلت. حج عثمان طويلة بالرأس مقطوعة من طارق هنداوي، مقطوعة من طارق في منتصف الميدان، تعود لا تزال برتقالية عاصمية، من لاعب إلى آخر بالكعب، يا سلام دخول خطيرة جدا، صارت تسديدة لن تأتي لأن الدفاع موجود، لأن الحضور الدفاعي رائع، لأن اللحظة الأخيرة حكمت بأحكامها والنفس الأخير كان كفيلا بتخليص هذه الكرة إلى ضربة ركنية من على يميني خالد الحج عثمان. دخول أكثر من رائع، وأي تغطية هذه يا شاهر يا شاهين، يا سلام. المباراة بدأت تكشف أسرارها وتبوح بما لديها، وبدأنا نستمتع شيئا فشيئا ونشعر بقيمة هذه المباراة الفنية. خطيرة جدا هذه الرأسية، كالصقر كالنسر طار لها خالد الحج عثمان، يا سلام على هذه الرأسية الوحدوية، هجمة مدروسة ملعوبة من على الجهة اليمنى، عرضية خطيرة جدا، رأسية ولا أجمل، ليس أجمل من هذه الرأسية سوى الإبعاد والاستخلاص من خالد الحج عثمان الآسيوي. يا سلام على هذه الكرة، لعبها اللاعب الوحدوي لؤي شريف، يا سلام رأسيتك يا لؤي. اصطدمت هذه الكرة بالقائم الأيمن بعد إبعادها برؤوس الأصابع من خالد الحج عثمان. رأسية لؤي شريف أخطر ما في المباراة إلى حد الآن، أصابت القائم وسمع صوت الخشبة بانتظار اهتزاز الشباك.
لغلبة لفريق على الآخر والمتعة متبادلة. حالة تسلل على مهاجم الوحدة تنهي هجمة البرتغاليين، والتحذير فاق حده المناسب وفاق لحظته المتوقعة. صار وقت التهديف الآن، صار وقت المتعة الآن. سنقول جول بعد حين، الهدف آت لا محالة، لأننا في النهاية في مباراة خروج مغلوب بصرف النظر عن السيناريو الذي يوحي بأن الهدف يطهى على نار لم تعد هادئة. ولكننا قبل كل ذلك في مباراة خروج مغلوب لابد من هدف، وإن على سبيل الترجيح. سقوط في منتصف الميدان، سلامات للاعب الاتحاد الذي تعرض لفاول واستفاد منه. سقط، نتمنى له السلامة، وكذلك نتمناها للاعب الوحدة الساقط على أرضية الميدان دون احتكاك ودون كرة. أمامكم دخول الطواقم الطبية الوحدوية. هذا ما ينقص من منسوب الروعة في مباريات كهذه، هذا ما يعكر مباريات كهذه. محمد حلاق أمام الحكم. عدي جفال تلقى بطاقة صفراء نظرا للفول الذي ارتكب قبل ثوان من جانبه وهو خارج أرضية الميدان الآن، كان ساقطا يتلقى العناية الطبية. ثم عاود الدخول إلى المعشب الأخضر والكرة الاتحادية في المناطق الخلفية عند شاهر. شاهر أمامية منه، مقطوعة للوحدة، لابد من الاستحواذ على الكرة واستلامها وإتقان تنقيلها بين أقدام اللاعبين وبناء الهجمة كما ينبغي. ليست كل الهجمات تلعب بطريقة الكونتر أتاك بالسرعة القصوى، لسنا دائما في وضعية توربو الظهير، لسنا دائما مستعدين لما يخطط له مؤيد عجان ويتقنه زكريا حنا. حسم يؤجل إلى شوط المباراة الثاني بدليل تصرفات اللاعبين خارج الملعب وسلوكهم أمام كاميرا صدى اف ام. هذا السلوك الاحترافي في الحقيقة، الكل يرفض الإدلاء بأي تصريح قبل وضع النقاط الأخيرة فوق حروف هذه المباراة. كرة اتحادية في منتصف الميدان، تلعب الهوينة، تلعب على مهل، تلعب على الجهة اليمنى، وصعود وخروج من هنالك بالسرعة القصوى. راح ولعب بعد ذلك العرضية، والرأسية الدفاعية هي الأقرب وهي الأقوى، والوحدة موجود وبالمرصاد. بعد ذلك تسديدة تصطدم كذلك بالجسم البشري لهذا الدفاع الموحد والذي يدافع على طريقة كرة السلة. الكل في الكل، هذا يستنزف اللياقة. هذه كرة سنشاهد نتائجها بعد الدقيقة 70 وبعد الدقيقة 80. تلعب الكل في الكل، الكل يدافع والكل يهاجم في آن. الفريق كتلة واحدة كما في كرة اليد وكما في كرة السلة، هذا شيء يسدد ثمنه من مخزون اللياقة البدنية ومخزون المهارة، مفتوح دائما ووافر ولا ينضب عندك يا محمد دي ماريا. سقوط وكثرت حالات الاستفادة من الفول، هي مباراة مفتوحة فيها الحسابات، هي مباراة نوك أوت، مباراة تفاصيل يعزف الكل على وترها. يا سلام، ما أجمل لو أفوز أنا 1-0 من فول، حتى وإن كان هذا الفول يحتسب بصفة غير صحيحة وبرؤية مخالفة للقانون للحكم. نعم، الكل يفكر في الفوز ولا شيء سوى الفوز، ليس هذا وقت المتعة، فقط نحن نبحث عن المتعة. أما المدربان فهدفهما أن يتقدم كل منهما على حساب الآخر ولو 1-0 فقط، وما أجملها سيختتمون بها الأمسية الكروية بكل فخر وروعة. يا سلام على هذه الهجمة الوحدوية، انطلاق من هنالك على اليسار، استلام أمام منطقة الجزاء، بحث عن الزميل، تسديد خجل، تسديد ليس بهذه الطريقة، تهتز شباك خالد حجي عثمان. تسديدة الوحدوية الأخيرة أمامكم، كيف ضاعت؟ جنبت القائم، كانت ضعيفة، كانت خفيفة، لم تشكل أي خطر على مرمى الاتحاد. أمامية طويلة بدون تركيز، كرات مثل هذه
ثمنها باهظ والوقت لم يعد فيه من المتسع ما يكفي. مؤيد خولي قطرية إلى مؤيد الآخر ولكن الكرة قطعت قبل ذلك بالرأس. الآن وصلت على اليسار، مساندة موجودة وصعود، والأظهرة تلعب لعبتها والأظهرة تفعل ما عليها، وهذا هو وقت اللياقة قبل أن يضمحل المخزون البدني عند الجميع. في الدقائق العشر الأخيرة أو الربع ساعة الأخيرة انذار على أحد مدافعي الاتحاد، بل على المهاجم ربما العائد أحمد الأحمد. عليش هو من تحصل على هذا الإنذار. تشاهدون نشاط عليش هذا اليوم، وإن كان غير مجد على الصعيد التهديفي، وإن كان لم يوفق بتسديدة تعانق شباك طه موسى، ولكننا نرى كيف أن هذا اللاعب جيئة وذهابا ينطلق من أقصى الملعب إلى أقصاه في الحالة الدفاعية عليش، في الحالة الهجومية عليش، في صنع اللاعب عليش، في كل شيء أحمد الأحمد. ضربة حرة للوحدة والحكم يضبط 9 أمتار و15 سنتيمتر القانونية لهذه الكرة، عليها أسامة أمري كابتن فريق الوحدة حامل الرقم 7، بجواره مؤيد عجان. باليمين سيلعبها أسامة، أم أن مؤيد بيسراه سيلعبها مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء. نتابع ونشاهد أمري سدد، ولكن حائط الصد موجود واصطدمت به، عادت للعجان، خطيرة هذه الكرة، مرت دون أن يمسها أحد، اخترقت الجميع بهدوء، خرجت ضربة مرمى للاتحاد. سلامات على مرمى خالد حاج عثمان. لؤي شريف سيغادر الآن أرضية الميدان من جانب الوحدة بديلا عنه حميد ميدو. خرج لؤي شريف صاحب الرأسية الأخطر في بداية الشوط الثاني، ودخل حميد ميدو رقم 23 بديلا عن 14، كذلك أسامة أمري، وللسن حقه وللجسم حقه وللياقة مقتضاها، خرج ودخل بديلا عنه محمد زينو. السن متقدمة عند كلا اللاعبين الدوليين السابقين، محمد زينو مهاجم الطليعة سابقا، وأسامة أمري مهاجم المنتخب السوري سابقا. هذا المهاجم الذي سدد في مرمى أفغانستان ضربة حرة لا تكاد تنسى، كانت في استاد السيب في عمان في عاصمتها مسقط، يوم فزنا على أفغانستان في تصفيات المونديال الماضي 5-2. في تلك الأمسية كانت لأسامة أمري ضربة حرة مباشرة على الجهة اليسرى غردت في شباك الأفغان بكل معنى الكلمة. برهان صهيوني، كرة تدخل بشيء من الحظ بين لاعبي الوحدة، سقوط أكثر من مرة وفاول للوحدة، والكرة عند مؤيد خولي. تبديلان، خرج لؤي شريف وأسامة أمري، ودخل حميد ميدو ومحمد زينو. دخول للاعب في مركز الارتكاز ومهاجم، تبديل رجل برجل لا يستدعي تغيير الخطة، ولكن لزيادة النشاط في أرض الملعب فقط ليس إلا. عدي جفال على الجهة اليمنى على كرة ثابتة، ما أكثر الكرات الثابتة هذه الأمسية. أين الرأسيات للهامرز القادمون من الخلف؟ أين الارتقاءات؟ لا يوجد ارتقاء وحدوي لهذه الكرة لأنها ارتدت وعادت تبحث عن تسديدة، ولكنها لعبت على استحياء بصفة خجولة. ليست هذه هي الكرة التي تباغت خالد. لوب ولكن لم يكن موفقا، كانت الفكرة موجودة والتنفيذ خانها. يزداد الضغط على محمد عنز وكذلك على زكريا عزيزة مع دخول حميد ميدو الذي يعرف كرة الأهلي جيدا. معركة الدائرة أتحدث عنها وأصفها، بينية منها فقط تنهي هذه المعمعة الكروية. حطين لا يزال
أذكر حضراتكم متقدما على الجيش في حما بهدفين دون مقابل، والكرامة كان بعد نهاية شوط هذه المباراة الأول وفي نهاية الشوط الأول لقمته أمام الوثبة قد تقدم بهدف دون مقابل. هدف الكرامة سجله شادي حموي، وأهداف حطين هدفه كان ليوسف قلفة ومحمد قلفات. كرة وحدوية على اليسار، لا تزال بحيازة الوحدة، هذا الفريق يحتفظ بالكرة إلى حد الآن. محمد وائل رفاعي مستر أسيست يتحول لمغازلة الشباك بعد مغادرة مرديك مرديكيان ويضيف الثالث في مرمى الجيش. إذن قدم ونصف القدم يضعها فريق حطين في نصف نهائي كأس السيد رئيس الجمهورية. الفائز منكما يا أهلي ويا وحدة سيلاقي حطين على الأرجح، لأن الأزرق متقدم على الزعيم بثلاثية نظيفة في حما فرسانها أبطالها يوسف قلفة محمد قلفات والآن محمد وائل رفاعي. أمامنا ريحانية وعندنا حلاق وعندنا عدي جفال وعندنا رأفت مهتدي وعندنا أسلحة هجومية، لا أحد يغفل خطورتها على مستوى سوريا قاطبة، ولكن المباراة لا تزال تهديفيا جافة إلى حد اللحظة. الحسابات وكرة الناديين الجماهيرية وحساسية المباراة وعنق الزجاج الذي نحن فيه يفرض هذا السيناريو إلى حد الآن. مؤيد خولي يسقط أمام عبد الرزاق الحسين وفاول للخولي. فاول للوحدة على الجهة اليمنى. بالصوت العالي يضبط جدار الصد البشري خالد حاج عثمان. عدي جفال. أم مؤيد، مؤيد خطيرة جدا هذه العرضية والرأسية الدفاعية سبقت، تسديدة خطيرة جدا باغتت وغلطت خالد حاج عثمان، ولكنها اصطدمت قبل ذلك بالمدافعين وتحولت وخرجت مع إشارة إلى وجود الراية وتسلل أوفسايد على هجوم الوحدة. تسديدة كانت في غاية الخطورة وغلطت حتى الحارس، ولكنها جنبت القائم الأيسر. قبل ذلك كان لاعب وحدوي قد وقع في مصيدة التسلل الاتحادية نشاهده أمامنا. هكذا ضاعت آخر فرصة ونحن نلعب في الدقيقة 63 من زمن هذه المباراة. أصدقائي متابعي صفحة الرسمية لراديو صدى اف ام على موقع فيسبوك، انطلق محمد ريحانية، سقط محمد ريحانية. رأفت مهتدي لا يضغط كثيرا على حامل الكرة، هذا مطلوب منك تماما يا رأفت يا مهتدي أن تشكل كثافة هجومية وتشكل ضغطا ذهنيا وبدنيا على مدافعي الوحدة الثابتين إلى حد الآن أمام خطورتكم. انطلاقة لعبد الهادي حلاق، دخل حلاق لعب العرضية والاستخلاص الدفاعي من أمام نظري خالد حاج عثمان بتفاهم كامل بين إبراهيم الزين وبين حارسه الأسيوي. إبراهيم أبعد عرضيتك يا حلاق، مصدر خطر دائم أنت يا حلاق، ولكن لا يزال البحث جار عمن يغير لوحة السكور ويسجل الهدف الأول ويفك سيناريو السلبية وينحي نتيجة 0-0. عودي جفال بقوة لعب العرضية والرأسية بالمرصاد دفاعية إلى ركنية من جديد، أعد الكرة يا جفال. على الأرض وجدار دفاعي أهلاوي عائد عليش من جديد أحمد الأحمد. رمي التماس للبرتقاليين العاصميين. ما يدخل رقم هجومي لا يزال مستمرا مع ترسانة هجومية وحدوية نتحدث عنها ونعيد ونكرر أسماءها التي تقابل رأفت مهتدي وعليش. تسديد من خارج منطقة الجزاء هو ما لم نشاهده كثيرا هذا المساء من حلب الأهلي ولا كذلك من الوحدة.
مباراة بتحفظها تبتعد عن لغة التاريخ كثير ما سجل في هذه المباراة تاريخيا في كأس الجمهورية منذ عام 82 يوم التقيا في كأس الجمهورية للمرة الأولى إلى عام 2017 يوم كان اللقاء الأخير في إطار هذه البطولة. فاز الاتحاد 8 مرات والوحدة فاز 3 مرات وتعادل 2 مرات واحتكما إلى الضربات الترجيحية. سجل الاتحاد 25 هدفا في هذه المباريات 13 التي جرت وتلقى 13 هدفا فيها. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بالكأس كان لحساب الاتحاد 6 مقابل هدف. حصل ذلك بالذات في نصف نهائي كأس الجمهورية 2011. أهداف الاتحاد شريطها كان مزينا بأسماء محمد فارس بالهاتريك والغباش هدف وتامر رشيد هدف ورضوان قلعجي هدف. أما هدف الوحدة الوحيد سجله يومها عبد الرحمن عكاري. اليوم يلتقيان في 5 نيسان من هذه السنة في الدوري ربع النهائي، وهذا الأمر يجري للمرة الرابعة لأنهما التقيا في الدوري ربع النهائي قبل ذلك 3 مرات. استلام عند زكريا عزيزة للبازوكا لزكريا مرة أخرى. محمد عنز، محمد يتقدم، لوب خلف المدافعين لم ينجح ارتقاء دفاعي برتقالي. اعتراض أمام جسم المهاجم وضغط على حامل الكرة في المناطق غير الهجومية. يغيب هذا الضغط، يضمحل بريس في الثلث الأخير من الملعب، ثلث الحقيقة، ثلث الأهداف، ثلث الحسم. مؤيد عجان يتلقى بطاقة صفراء في هذه اللحظة. طاقة صفراء لمؤيد عجان قبل تنفيذ هذه الضربة الحرة المباشرة. يجري وراء الكرة بكل سرعة عبد الرزاق الحسين، راح عبد الرزاق، هرب عبد الرزاق، ولكن الحضور والعودة الدفاعية بامتياز وبروعة من حامل رقم 99 محمد حلق. يوسف محمد من جديد لحارسه طه موسى. ماذا عند طه موسى وعند خالد حاج عثمان فيما لو طال الطريق إلى نصف النهائي وتطلب الأمر ضربات حظ ترجيحية؟ ممتاز انطلاق على اليمين، خطيرة جدا هذه الكرة، ستكون لو أحسن استغلالها كرة يجب أن تمرر بصفة أسرع من ذلك. يقف عليها تحت الضغط، مضطر للوقوف على كرته واللف والدوران والبحث عن الزميل محمد ريحانية، إثر ذلك فقد الكرة لتخرج إلى رمية جانبية وحدوية نفذت سريعا. أمامكم حلاق، حلاق لعبة بينية قطعت وعادت إلى دائرة المنتصف من جديد. استلام بالكعب، كنترول لم يكتمل والإبعاد كذلك بالكعب، خطيرة جدا ستكون هذه من شلحة، مرر ومهد وسدد بعد ذلك زميله، ارتماء دفاعية واستماتة واستبسال. ليس هذا وقت التقدم الوحدوي، الكل في الأهلي يرفض تلقي الخطورة الآن، الكل في الأهلي يرفض تلقي الهدف الآن، هذا ليس وقت الهدف. هدف صرنا على مشارف اللحظات التي نقول فيها أنه لا يعوض. تمريرة والأروع كانت من عبد الهادي شلحة وضاعت بعد ذلك التسديدة. يستعد لدخول أرضية الميدان أمامكم حسام الدين العمر بديلا عن من سنشاهده بعد حين. خرج إذن زكريا عزيزة ودخل حسام الدين العمر. حسام الدين العمر كان سجل 2 في مرمى الحرية في مباراة ودية أجريت بين الفريقين انتهت بالتعادل 2 لمثلهما، كان هدف الأهلي من إمضاء حسام الدين.
إذن هذا اللاعب فيما لو وفق بانطلاقته وباستلامه وبمراوغته سيسجل هدفا أول في مرمى الوحدة حذاري أيها البرتقاليون من حسام العمر. مؤيد الخولي ينتظر نهوض خالد حاج عثمان من على أرضية الميدان في الوقت الذي يسجل فيه مؤمن ناجي هدف تقليص الفارق لصالح الجيش في شباك حطين 3-1. صارت مباراة الجيش وحطين 3 لمحمد قلفاط ويوسف قلفة ووائل الرفاعي، والآن يسجل الجيش بأقدام مؤمن ناجي هدف تقليص الفارق بثلاثية مقابل هدف متقدم حطين في مباراة منقولة كذلك عبر صفحتنا تجري في ذات توقيت هذه المباراة لحساب الدوري عينه. سلامات لخالد حاج عثمان، يتلقى كل ما أوتي الطاقم الطبي الاتحادي من خبرة. إلا هذا يقول جمهور الأهلي، إلا هذا الرجل، الآن هذه أوقاته وهذه لحظاته والعيون عليه باردة، والكل يدعو لخالد حاج عثمان من عشاق الكرة الحلبية الذين يريدون إقصاء الوحدة والحلول بديلين عنه لمواجهة على الأرجح حطين في الدور نصف النهائي من هذه البطولة. كرامة لا يزال متقدما بهدف دون مقابل، هدف سجله شادي حموي في مرمى الوثمة. هدف هذه المسابقة لا يزال إلى حد اليوم مرديك مرديكيان الذي غادر حطين إلى الفيصل الأردني أزرق الأردن، هنالك خصم الوحدات. يليه حسن عويد الكرماوي بخمسة أهداف، سامر خانكان لاعب الشرطة الذي غادر المسابقة على يد جبلة بالأمس بخمسة أهداف، كذلك أحمد عكعك من النواعير بالرصيد ذاته بأهداف خمسة. حسن عويد الأوفر حظا من بين اللاعبين الذين يستمرون في مسابقة الكأس لحصد جائزة جوليادور كأس الجمهورية. رمية جانبية للوحدة. مباشرة على القائم الأول والرأسية سهلة تماما دون حتى ارتقاء لخالد حاج عثمان بين قفازيه مباشرة. ثلاث وسبعون دقيقة انقضت ومرت من هذه المباراة ونحن بحثنا عن الهدف الأول لا يزال مستمرا، اعتراض على حكم المباراة وهذا الأخير يشير إلى وجود فاول للاتحاد في منتصف الميدان. فاول للأهلي في المنتصف. لم ينفذ بعد. كرة أمامية على الجهة اليسرى عند برهان صهيوني، تأخر بالكنترول حظا على كرته، بعد ذلك انطلق برهان راح على الجهة اليسرى، خطير برهان سقط ولم يحصل على فول، تدخل شرعي وقانوني من مدافع الوحدة إثر ذلك رمية الرأس اتحادية. أبرز ما حصل في هذه المباراة إلى حد الآن تسديدتان لتسديدتين ست ركنيات للوحدة وركنيتان للاتحاد، أوفسايد على الوحدة مرتين ومر على الأهلي، انذارات 2-2، لم يطرد أحد من التشكيلتين. يستحوذ الوحدة على الكرة في 55% من مجمل دقائق المباراة إلى حد الآن، وهذه الدقائق وصلت إلى حدود 75، ربع ساعة كل ما تبقى من الدور ربع النهائي. الأهلي أم الوحدة؟ قد يتأجل الحسم إلى ركلة الحظ الترجيحية إلا إذا كان لانطلاقة كهذه نصيب في إسعادنا وفي إبهارنا وفي نثر الروعة والمتعة على مجمل عشب الباسل في اللاذقية. لاين أب الوحدة بالمجمل
يشهد انخفاضا لياقيا بدا ملحوظا في أواخر الدقائق، مشاهد بكل معنى الكلمة، لذلك كثرت هذه الانطلاقات في الدقائق الأخيرة. أظهرة الأهلي صارت خطيرة، وصار هذا وقتها والكل يبحث عن ارتقاء من رأفة مهتدي. تبديل واحد أجراه الاتحاد في هذه المباراة، بل تبديلان، كان الثاني اضطراريا ربما، خرج زكريا عزيزة في الثاني ودخل بديلا عنه حسام الدين العمر. سوء تقدير إذن متابعينا، ألتمس من حضراتكم العذر. محمد ريحانية هو الذي غادر أرضية الميدان ليحل بديلا عنه حسام الدين العمر، أما زكريا عزيزة فلا يزال ينتظر أن يسدد ويمارس هوايته بالتسجيل في مرمى الوحدة. هذا صاحب آخر هدف اتحادي في مرمى الوحدة هنالك في استاد الحمدانية يوم انتهت المباراة بالتعادل 1-1 لحساب الدوري. محمد ريحانية غادر وزكريا عزيزة لا يزال في أرضية الميدان، ولا نزال نحن نعلق وننقل الصوت والصورة في هذه المباراة على وقع تعادل سلبي. ملعوبة العرضية خطيرة جدا وسوء تمركز دفاعي سبق مدافعين هذا المهاجم الوحداوي انبرى من أمامهما وفرض قوته البدنية ولياقته الحاضرة، ولكن انقلبت الآية الآن وذهبت الكرة باتجاه حسام العمر يجري وراءها هذا القادم من الدكة يلقي بجسمه وراءها، وهذه رسالة بدنية ورسالة لياقية ومعنوية لزملائه قبل لاعب الوحدة. هكذا ينبغي أن يكون اللاعب، هكذا ينبغي أن يصل منسوب لجرينتا والتضحية للاعب الاتحاد، هكذا ينبغي أن نرمي بأنفسنا خلف الكرة. هدف واحد كفيل بوضعنا في مربع الذهب، لم لا نسجله ولا نلجأ إلى ركلات الترجيح. الكرامة لا يزال أقرب من الوثبة للوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق المبتغى. لمسة يد يطالب بها المدافع الاتحادي بالفعل كانت موجودة، وفاول للاتحاد من داخل منطقة جزائه. إبراهيم الزين ضرب الكرة بيد المهاجم الوحداوي بكل معنى الكلمة، لذلك الكرة فاول وتلعب من على الجهة اليمنى، يأخذ فيها كامل وقته لاعب الاتحاد بعد التتش من عبد الهادي شلحة. الاتحاد في الدوري في المركز الثامن بعد 21 جولة، كان قد فاز في 6 منها وتعادل 6 مرات كذلك وخسر 9. خطيرة جدا هذه الكرة كانت وحدوية منك يا محمد حلاق، ولكن خرجت بعد ذلك إلى ضربة ركنية. شاهدوا كيف حصل ذلك، لوب في غاية الروعة، وخالد حاج عثمان كالعادة في الموعد. لن أعلق على هذا، صرت أكتفي بالقول بأن الكرة خرجت إلى ضربة ركنية والباقي عندكم. هذا يعني أن الحاج عثمان تألق. كرة وحدوية يجافيها الإحساس بالمكان، عادت بأتاك أهلاوي في غاية الخطورة، لو نظر وعاين الملعب. يا سلام، كرة عند بازوكا في منتصف الميدان عبد الرزاق، كرة أسيء طولها والبينية لم تكن بالروعة الكافية، حرام أن تضيع مرتدك هذه بهذه الكيفية. ما هكذا تمرر كرة كهذه، ينبغي أن يستلمها ويقف عليها ولو نصف ثانية ويشاهد الملعب بطرف العين ويلعب كرة بصحة وبخبرة وبمهارة. زكريا حنان ساقط على أرضية الميدان، سلامات لزكريا. شاهدوا هذه الكرة كيف ضاعت، كان متمركزا المهاجم أمامه ينتظر فقط همسة ولمسة وغمزة.
مباراة تتلاعب بقلوب مشجعي الفريقين، فرصها وخطورتها على شكل تخطيط قلبي تماما. انخفاض تارة وارتفاع طورا، 5 دقائق باردة وخمسة أخرى مجنونة، 5 دقائق صامتة وخمسة أخرى فيها هدفين مهدرين وعارضة من هنا وتسديدة من هنالك بين حين وحين، والنتيجة بعد كل ذلك سلبية. عشر دقائق يا أرثر فرنانديز ريباس دا سيلفا فيلو، أنت الآن تدخل نوري محمد الأحمد وتخرج الآن زكريا عزيزة حمل رقم 19، يغادر لحساب 9. محمد الأحمد دخل إلى أرضية الميدان، 10 دقائق بقيت كذلك يا أيمن الحكيم، هات ما عندك من تبديلات إن لم يكن لتحسم المباراة في أواخر دقائقها فاحسب لخماسي التنفيذ. نعم سنحتكم إلى ضربات الحظ الترجيحية في استاد الباسل، وهذا فأل خير نوعا ما على الاتحاد، لأن الاتحاد فاز هنا وتأهل إلى هذا الدور بعد أن أطاح بالطليعة ب4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي. ربما تكون هذه الطريقة المفضلة للاتحاد للوصول إلى الأدوار المتقدمة من هذه البطولة. ستواجهون حطين بضربات الترجيح أنتم أو الوحدة إن بقي التعادل سلبي في 10 دقائق الأخيرة. الآن بإمكاننا أن نقول أن التبديلات صارت تحت عنوان من سينفذ ضربات الحظ الترجيحية. لأننا دخلنا لعبة الدقائق 9 الأخيرة والثمان الأخيرة بين حكيم الكرة السورية من جهة قائد العاصميين المسافرين إلى عروس الساحل، وبين أرثر دا سيلفا من جهة مقابلة قادم من البرازيل ليحتفل بكأس الجمهورية مع الاتحاد إن تم له ذلك وإن طبق البيض توجيهاته التكتيكية بالحذافير. في هذا الوقت الوثبة قد يفرض ضربات ترجيح على الكرامة في حمص بهدف لسعد أحمد، عدل الكفة. الوثبة 1 من سعد أحمد والكرامة 1 من شادي حموي. 1-1 الكرامة والوثبة في حمص، 0-0 الاتحاد والوحدة في اللاذقية، 3-1 لحطين على حساب الجيش وجبلة. قد تأهل هذا ما في كأس الجمهورية، راح على الجهة اليسرى خطيرة جدا نوري القادم من الدكة، دخل نوري ولكن حضور دفاعي أمامه ولياقة بدنية وحضور بدني، يا سلام بالكتف ولا أروع. كرة تحولت للوحدة، كرة من هنا وكرة من هناك، لعبة صارت كراسي موسيقية، صارت بيانو، زر أبيض زر أسود، هجمة من هنا هجمة من هنالك، بيضاء الكرة في وجهك مرة وسوداء تارة أخرى، كرة تعزف على البيانو صارت وتدق طبول ضربات الجزاء في نفس الوقت، كراسي موسيقية وآلات موسيقية ونحن نتفرج على كرة القدم، مباراة صارت تسمع سمعا، ليس هذا وقت التمرير الخاطئة يا أيها الاتحاد كائنا من كنت، لذلك ألقيت بنفسك وأبعدتها إلى رمية التماس أيها البازوكا عبد الرزاق الحسين. الخطأ صار قاتلا لأن الهدف لم يعد يعوض، والوقت نال من الجميع واللياقة نقصت عند الكل إلا القادمين من دكة الاحتياط ونوري آخرهم. مؤيد خولي مباشرة باتجاه المرمى، لا تخدع خالد. حاج عثمان طويلة. الآن كل حارس يريد من فريقه أن يستحوذ على الكرة فقط لكي لا يتعرض لضغط الدقائق الأخيرة، لأنه بصرف النظر عن خطورة الهجمة هنالك خطورة ما يعرف بالدقيقة 88 87 90 والوقت بدل الضائع والإكسترا تايم إن خرجت به من كأس الجمهورية، فأنت من الاضطرابات العصبية والهذيان قاب قوسين أو أدنى.
كرة عرضية خطيرة جدا في منتصف منطقة الخطر فوق نقطة الجزاء، أبعدت دفاعيا هكذا يكون التركيز، وإلا فلا دفع من الخلف. كرة خطيرة اتحادية، يا سلام على المرور، هذه تستوجب بطاقة صفراء أم ماذا؟ أشهرت البطاقة الصفراء أم لم تشهر بعد؟ أشهرت، نعم سوف تشهر، سنشاهد في وجه من من لاعبي الوحدة. هذا اللاعب لا يزال جثيا على أرضية الميدان إلى حد الآن بين يدي حكم المباراة، هو أنس بلحوس حامل الرقم 19. أنس بلحوس بجوار يوسف محمد تحمل عبئا كبيرا من هذه المباراة أمام زكريا عزيزة، وبجواره محمد ريحانية، وبعد ذلك حسام الدين العمر، وما أدراكم ما نوري. ضربة حرة للأهلي، في منتصف الميدان محمد عنزو، عبد الرزاق الحسين، يتراجع عنز يبتعد كثيرا عن الكرة، بجواري عبد الرزاق الحسين، من منكما سيسدد؟ بازوكا أقرب، أجل بازوكا لوب إلى داخل منطقة الخطر، والارتقاء والرأسية خجولة، بعد ذلك كرة خلفية خطيرة جدا صارت هذه الكرة، لو أن هناك من يستلمها ويقف عليها ويحافظ عليها بهيمنة واستقلالية كروية بحتة. في المنتصف كرة تائهة وحائرة، وهذا للأخطاء ميدان. خطيرة جدا هذه الكرة، منقولة خطيرة جدا، وخالد حاج عثمان بالنفس الأخير، حبست أنا كذلك أنفسي مع هذه الكرة وتاهت حروفي وضاعت كلماتي، ولكن بصر خالد حاج عثمان إلى الصواب وإلى الكرة لا يضيع ولا يزيغ، هذا ما يجده متبديا وجليا الجمهور الحلبي كل مناسبة كبرى. هو من جهة وطه موسى من جهة، حارسان ممتازان، حارسان في غاية الروعة بلياقة وبذكريات مواعيد كبرى لا تنقص أحدا منهما، والويل للمسددين مسددي الترجيحيات الخمس من هنا ومن هنالك، صرنا عند الدقيقة 88، لذا أتحدث عن ركلات الترجيح. مع نهاية هذه المباراة سيكون معي من جديد زميلي أحمد سليمة لأخذ ما أمكنه من لقاءات مع فرسان المباراة المنهكين والمتعبين والذين عدوا في أرض الميدان جيئة وذهابا عشرات المرات، كيلومترات طويلة قطعت من اللاعبين الاثنين وعشرين الذين أمامنا، اجتمعوا 22 على أكثر من تشكيلة مع تبديلات عديدة أجراها أيمن حكيم وقام بها أرثر دا سيلفا. أطول من اللازم يأخذ كامل وقته خالد حاج عثمان يستنزف الثواني. يلتقط الكرة أخيرا ويخاطبها ويقول تعالي إلى ذات الاتجاه الذي سأرتمي عليه بعد حين. من المهم تماما الاحتفاظ بالكرة في مثل هذه اللحظة، في مثل هذه الدقيقة، مهم للغاية، على الظهير أن لا يخطئ وعلى قلب الدفاع أن لا يعيد كرة غير مدروسة إلى حارس مرماه وينهي بطريقة تراجيدية ما فعله فريقه بالمجمل. كرة اتحادية في منتصف ميدان، يا سلام على هذه المهارة، يا سلام على هذه التمريرة خطيرة، 2-1، هذه كرة الحسم، انتهت خلصها، انتهت خلصها، لولا القليل، لولا الحظ، لولا البخت، لولا التدخل الدفاعي في آخر نفس، لولا التغطية الدفاعية في آخر دقيقة، كانت كرة قاتلة، كانت كرة منهية، كانت كرة حاسمة، أقل ما فعلته استنزاف الوقت منك يا رأفت يا مهتدي. رأفت انطلق، روغ، نظر، سدد، اصطدمت بمدافع ألقى نفسه في سبيل حماية عرين الوحدة، وكان له ذلك ولو مؤقتا، عرين الوحدة لم يهتز بعد، وطه موسى الخشبات حوله ترتجف، والاتحاد بوضعية هجومية، والدقيقة 90 لكم أن تتخيلوا يا أصحاب القلوب القوية فقط. ركنية على الجهة اليمنى، ملعوبة على القائم الثاني، طويلة والرأسية لم تأتي،
حضن على الكرة بعد خروجها وعادها عرضية خطيرة جدا من جديد، ولكن لاعبي الوحدة ينتظرون منها الخروج إلى ضربة مرمى، خرجت فعلت ذلك وغادرت إلى ضربة مرمى، طالت على الجميع. فرصة خطيرة جدا منك يا رأفت، كرة مربع الذهب ضاعت بكل معنى الكلمة. الآن عمر حميدي على خط المعشب يستعد للدخول فقط ليسدد ترجيحية. أجل هو وقت عمر بسنين العمر وبلغة الخبرة. إن كنا أمام ركلات ترجيحية وإن لم يحسمها الاتحاد بسيناريو يكتبه ألفريد هيتشكوك. كرة أهلوية الآن، الأهلي يجد نفسه، الآن الأهلي يجد كل ما كان يبحث عنه على مستوى 90 دقيقة. ممنوع أن يتقدم الوحدة إلى مناطقكم في هذه الدقيقة. حذرية وحدة كذلك، انتفض المارد الأحمر، خرج من قمقمه المارد الأحمر. قم أيها اللاعب الأبيض واستمر في الكفاح، ذهب الكثير وبقي القليل. سيخرج عليش لأنه لن يسدد ترجيحية، هذا ما قرره أرثر، وقال أن عمر حميدي سيسدد ترجيحية بفعل الخبرة وأيام العمر والسنين. كل ما تبقى منك يا عمر ضربة واحدة، انزل وادخل، أشرك نفسك وأقحم ذاتك في هذه المباراة فقط لتسددها يا عمر يا حميدي. الآن عمر حميدي يدخل ويغادر عليش بعد أن جرى كثيرا وركض بما فيه الكفاية. كرة وحدوية طويلة، الوحدة انطفأ في أواخر الدقائق وتقبل اللعب من الاتحاد وتقبل من جماهيره كل أشكال الانتقاد. تلعبون بأعصابنا وتنتظرون ركلات الترجيح غير المضمونة. نلعب في الدقيقة 92 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. نحن سيداتي سادتي متابعي الصفحة الرسمية لراديو صدى اف ام على موقع فيسبوك. 4 دقائق هي محتسبة، وقت بدل ضائع، ذهب نصف الفترة تقريبا، 10 ثوان متبقية من الدقيقة الثانية. هدف الموت، الهدف المنهي، الهدف القاتل، ولكن الدفاع موجود، ولكن العقلية لا تغيب، ولكن القميص الآن يتحدث. نحن الاتحاد ولست أنا فلان، الاتحاد كله أبعد هذه الكرة بتاريخه، وكرة خطيرة من جديد وضربة رأسية يتابعها بأم العين خالد حاج عثمان. كيف تقول سلاما على مرماك يا خالد؟ كامل الوقت يأخذه خالد، متوقع جدا وطبيعي ما يحصل. بعد حين سنكون مع أحمد سليمة ليتحدث له اللاعبون إن شاءوا قبل ركلات الترجيح ويروحوا بذلك عن أنفسهم ضغط هذه المباراة الذي صار جبلا وعبئا ثقيلا عليهم. بتقدم الثواني ومرور الدقائق خرجت الكرة، رمي التماس. نحن متجهون بخطى متسارعة إلى ضربات الحظ الترجيحية. أقول لكم أنني ذاهب إلى أحمد سليمة لأنني لن أمتلك ثانية واحدة أمهد بها للذهاب إلى أحمد سليمة بعد صافرة الحكم مباشرة. سنكون مع زميلي من أرض الميدان إلا إذا. إلا إذا حسمت الآن بهدف فوق مجنون. آخر دقيقة، هجمة للوحدة ستكون الأخيرة بكل معنى الكلمة، تليها هجمة للاتحاد في أكثر الأحوال وأطول الأوقات. حتى الوحدة نفسه يضيع الوقت صار ويستفيد من ضربة حرة مباشرة في وقت قاتل، ترتكب هذا الفول وتمنح هجمة للوحدة يا رأفت يا مهتدي، وتتلقى على إثر ذلك بطاقة صفراء مجانية وفول مجاني قد يأتي على فريقك بنتائج عاصمية كارثية يا رأفت. ضربة حرة هي آخر ما سنشاهد في الوقت الأصلي من هذه المباراة يا رأفت يا مهتدي. يأمر بإعادة تنفيذ هذه الكرة حكم المباراة. عدي جفال سيعيد الكرة مرة أخرى.
عدي جفال لن يسدد باتجاه المرمى لكي لا يهدر آخر فرصة من ذهب بكل معنى الكلمة. بل سدد عدي وغامر، وخالد حاج عثمان يلعب بالنار ويخرج الكرة إلى ركنية. هل من وقت للعبها؟ نعم، يقول الحكم ستلعب الضربة الركنية. وسام ربيع مستمر بالتمسك باللا ترجيح، بل غير رأيه وصفر مباشرة. سننتقل بحضراتكم إلى الزميل أحمد سليمة، بعد ثوان سيحاول الحصول على تصريحات من هذا اللاعب أو ذاك. إلى لحظات الجنون ذهبت المباراة يا خالد ويا طه، إلى لحظات لا معقول ذهبت المباراة يا متابعينا. كرة حلب وكرة دمشق من نقطة 11 مترا ستلعب كرة الكلاسيكو غير المعلن، الكلاسيكو غير الرسمي. إن كان الاتحاد والكرامة كلاسيكو، فالاتحاد والوحدة كذلك أحد كلاسيكيات مواجهات الكرة السورية. هل من أحد ينوي الإدلاء بتصريح لأحمد سليمة؟ هذا ما لا نعرفه وهذا ما لا نحسمه، وهذا متوقف على الحالة النفسية للاعبين وكذلك اللياقية والتدريبات والتوجيهات بأن صرحوا أو لا تصرحوا. هذا ليس وقت الكلام، هذا وقت الفعل، إلا إذا أردتم الترويح عن أنفسكم ببعض التصريحات وإكساب ذواتكم شيئا من المعنويات بفعل التصريحات التي سيتلقاها منكم أحمد سليمة إن فعل، وإن شئتم أن تمنحوه إياها عموما. وفي كل الأحوال متجهون نحن إلى ضربات الحظ الترجيحية. طه موسى سيرتمي في كل اتجاه فقط ليبعد إحداها أو اثنتين منها، وما بالكم لو فعل أكثر من ذلك. وخالد الحاج عثمان غني عن التعريف. خمس باتجاه مرمى طه ومثلها باتجاه مرمى خالد الحاج عثمان. وسام ربيع يضبط الساعة والهدف مربع الذهب. ننتظر ضربات الجزاء واليد على القلب في الفيحاء والشهباء. الرقم 31 طه موسى سيكون في التصدي لخماسي الاتحاد، والرقم واحد في تاريخ الاتحاد الحديث على مستوى حراسة المرمى، أتحدث في العقد الأخير، خالد الحاج عثمان سيكون بالمرصاد أمام البرتقاليين من نقطة 11 مترا. سيتوقع اتجاه الكرة ويرمي بثقله التاريخي باتجاهها. كم كرة ستبعد يا طه، وكم كرة ستصد يا خالد؟ إذن مباراة لعبت بالأعصاب بما فيه الكفاية. الأعصاب كانت بمثابة الكرة يلعب بها في كافة الاتجاهات وتضرب أكثر من مرة وتتعرض للصدمات، تصطدم بالقائم وتغيب معها الأحلام، تكبو طورا الطموحات وتعلو بعد حين سقوف التوقعات. وإلى ضربات الجزاء آلت المباراة. متابعينا، نحن وإياكم مستمرون بنقل هذه المباراة من كافة زواياها وبكافة أشكال البث التي اعتدتموها وتلك التي لم تعتادوها حتى. نحن سباقون إلى كل ما تشاهدونه للمرة الأولى. نرسم في الأذهان من 1 إلى 5، ونرسم على الورق من 1 إلى 5، والمدربان يستحثان كل ما في النفوس من ثقة، من يثق بنفسه ومن هو القادر على رفع لواء فريقه سيصل إلى نصف النهائي. والكلمة كلمة الحراس الآن، أنا للشباك أن تهتز. هذه لن تكون مباراة سلبية، سيخرج أحد الفريقين من البطولة إلى الدور نصف النهائي، إلى مربع الذهب مواجهة حطين. نعم، لأن ثواني معدودة فقط هي ما تبقى من مباراة حطين والجيش، والأول متقدم على الزعيم بثلاثية لهدف وذلك في حماه. الآن ينهي حطين حديثه،
غير الودي مع الجيش وينهي فوزه بثلاثية مقابل هدف واحد فاز حطين بانتظار الاتحاد أو الوحدة. الكرامة كذلك قد يلجأ مع الوثبة إلى سيناريو الحظ، إلى سيناريو الموت، إلى سيناريو اللا تكرار، إلى سيناريو الأخطاء التي لا تغفر. مؤيد عجان وخالد الحاج عثمان على قرعة تنفيذ الضربة الأولى على المرمى يمين الشاشة، يبدو ستلعب ضربات الحظ الترجيحية. من سينفذ الركلة الأولى ومن سيكون في التصدي؟ خالد يتجه يبدو إلى مرماه، سيستقبل الأولى أم ماذا؟ الضربة الأولى والضغط، كل الضغط والمسؤولية بجلها بل بكلها تلقى على عاتق المسدد الأول. من منكم يتجه إلى المرمى تحية ودية؟ بين طه موسى وبين خالد الحج عثمان. احفظوا الأسماء جيدا فهي التي ستحسم على الأرجح. لدى المهاجمين الجرأة لتنفيذ ضربات الحظ الترجيحية بعد أن خانهم الحظ في الدقائق التسعين، أم أن المدافعين ولاعبي الوسط سيتكفلون بالمهمة؟ طه موسى بين الخشبات، الضربة الأولى اتحادية. الضربة الأولى لحامل الرقم 4 إبراهيم الزين بتأن يذهب إلى حيث يقف طه موسى عند نقطة 11 مترا. إبرازين رقم 4، التركيز ولا شيء سوى التركيز يا إبرا. الفطنة والحنكة ولغة الجسد وحديث العيون يا طه يا موسى. إبراهيم الزين أول المسددين إذن. بانتظار صافرة وسام ربيع. ابقى على خط المرمى يقول لطه موسى وسام ربيع، وكذلك ثبت الكرة في المكان المناسب والسليم يا إبراهيم الزين، والمشهد أمامكم بكافة أبعاده، استمتعوا واليد على القلوب. ثمان خطوات يتراجع فيها إبراهيم الزين عن هذه الكرة، يتقدم إبرا زين حتى بعد لمس طه موسى، هذا توقع وأبدع وهذا تألق وسجل، الكل رائع والكل ممتاز والحضور متبادل. أحسنت يا طه ولو أخفقت، رائع وخارق أنت يا إبراهيم، والثقة بك في محلها بالضربة الأولى. 1-0 للأهلي. شاهدوا كالصقر طه موسى، ولكن أي صقر أمام الأسد إبراهيم الزين. عدي جفال على الموالية للوحدة الأولى عند عدي، يتقدم عدي ممتاز، خالف توقعات خالد، أطاح بخالد إلى الجهة اليمنى ووضعها على اليسار. جفال يا سلام عليك، 1-1 عدي وإبراهيم. بكل سلاسة وبكل سهولة وثقة بالنفس وضعها عدي جفال، 1 لإبراهيم الزين و1 للجفال. عدي الآن، عمر
بالسنين بالعمر بالخبرة. طه موسى يسد المرمى. عمر 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 جول أكيد بكل تأكيد في المرمى، بكل تأكيد لأن خبرة السنين تكفي، بكل تأكيد لأن الشكر حتمي ومحسوم لله. يا عمر يا حميدي، يا سلام يا عمر يا حميدي، هذه وظيفتك فقط التي دخلت من أجلها برأي آرثر برنانديس ريباس دا سيلفا فيلو. لم يخب ظن البرازيلي فيك، أبدعت بوضعها في المرمى. أما الآن فحميد ميدو. حميد ميدو أم هو محمد زينو؟ هو بديل، هو محمد زينو. إذن وضعها، ماذا عنك يا زينو؟ حميدي نجح، والموعد عند زينو. 2-1 للاتحاد. محمد سابق في الطليعة. زينو جول، جول بالرغم من توقع خالد، جول بالرغم من روعة خالد، بالرغم من ارتماءة حاج عثمان السليمة. مباراة تأبى كل شيء إلا التعادل. هدفان مقابل هدفين من ركلتين، أخضر بأخضر في كل الاتجاهات. الحراس خارج الخدمة. نوري، محمد الأحمد، البديل نوري من أمام طه موسى في الركلة الثالثة للاتحاد. سجل من قبله إبراهيم الزين وعمر أحمدي. على خطاهم يتطلع للسير محمد الأحمد. محمد محمد متردد. نوري حتى حتى ليس مترددا، أنا ظننت هذا. حتى ليس قلقا، أنا ظننت هذا. صعب أمام نظري لكنها سهلة على محمد الأحمد. 3-2 للأهلي، والثالث من الوحدة. من هو؟ الآن حميد ميدو. نعم هم البدلاء، دائما في معظم الأحيان يجري إشراكهم بغرض تنفيذ ضربات الحظ الترجيحية. حميد ميدو الأهلاوي سابقا. حميد من أمام خالد. حميد والثالثة باليسرى. ميدو جول على يسارك يا خالد يا حاج عثمان. ترتمي يمينا يضعها ميدو على اليسار. 3-3 حميد ميدو، قبله زينو بالأول عدي جفال. نوري على الثالثة من الاتحاد، وأحمدي قبله، وإبراهيم الزين بدأها. الكل سجل والحراس في نقاها. الآن جاء دور البازوكا عبد الرزاق الحسين. الرقم 10 هل يكون 10 على 10؟ عبد الرزاق الحسين. الرابعة مهمة جدا يا عبد الرزاق الحسين. بالعارضة الحسين أصاب الكروسبار. الحسين أضعها في وقت حساس. ماذا فعلت يا عبد الرزاق؟ ماذا أضعت يا عبد الرزاق؟ ضاعت على الأهلي، ضاعت على عبد الرزاق الحسين. الآن ترفض العارضة وتؤخي طه موسى وتصد معه. كل شيء ضد عبد الرزاق الحسين. هارد لك عبد الرزاق، أضاع البازوكا. إذن 3-3 بعد 4 تسديدات للأهلي، و3 للوحدة، والرابعة الوحدوية ستلعب بعد ثوان. محمد حلاق. محمد حلاق مهاجم متألق، ولكن الكبار الذين يضيعون الترجيحيات كثر. يا محمد حذر، يا محمد افتح العين يا حاج عثمان. محمد خارج الملعب. يا محمد قلت لك الكبار يضيعون. يا محمد ركز يا محمد، تسرعت يا حلاق. ابتعدت كرتك فوق العارضة ولا حارس يتصدى، مع ذلك ضاعت كرتان. الخامسة الآن قاسمة. إبرا سواس، بل هو زكريا حنان. وذكريات الخامسة وإقصاء الطليعة، هذا ينبري للخامسة دائما يبتسم الحظ. اليوم أم ماذا يا زكريا؟ لا تتسرع. حنان بالجول،
دخلت بالرغم من تألق طه، لمسها أكثر من مرة موسى، ولكن زكريا حنان لا يضيع في استاد الباسل. تتذكرون كيف أجبرني أن أقول زيكو هنا بالذات في 27 من الشهر الأول من هذه السنة يوم أقصى الطلعة. موقف لا يحسد عليه هذا الوحداوي، لو ضاعت كرته يوسف محمد سيخرج الوحدة من كأس الجمهورية والاتحاد سيلاقي حطين. تسمع كلامي يا خالد حاج عثمان وستنفذ ما أقول لو تصديت لهذه الكرة. يا سيد حماية العرين الحلبية خالد ويوسف، خالد ويوسف، خالد ويوسف، خالد ويوسف، بل يوسف. تتمدد المباراة من جديد وتتمدد بعد ركلات الترجيح 4-4 بعد 5 من هنا و5 من هناك. لعبة الكرة بكرة، النفس مقابل النفس. صار الخطأ ممنوعا وهو بالأساس ممنوع، صار ممنوعا أكثر. أحسنت يا يوسف محمد، مباراة رائعة ترفع لها كل القبعات الفنية منك يا يوسف يا محمد. السادسة للأهلي، من سينفذها؟ حسام الدين العمر، 18 حسام الدين العمر، ضربة بضربة، من يبتسم له الحظ مرة سيكون في نصف النهائي. ضاقت الحسابات وانتهت الأوقات، توقفت الساعات، زادت في القلوب الدقات. حسام الدين العمر وطه موسى، حسام الدين في الجول، لا تذهب إلى اليمين ولا تغادر إلى اليسار، في منتصف المرمى يسدد حسام الدين. أي ضغط يترتب من جديد على المسدد الوحداوي؟ هل تكون الكرة الأخيرة هذه الأمسية؟ هل يكتب لهذه الأمسية الكروية أن تنتهي الآن؟ من هذا الوحداوي الذي يحدث كرته ويحملها بيمناه وسيثبتها عند نقطة 11 مترا متحديا خالد الحاج عثمان؟ مؤيد عجان. الدولي السوري مقابل الآسيوي، مؤيد وخالد، مؤيد وخالد، رويدا مؤيد، 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 خارج الملعب، تأهل الأهلي، أقصي الوحدة وتأهل الأهلي. الاتحاد ألف مبروك، الكرة الحلبية ألف مليون مبروك. أضاعها مؤيد، خالد حجي عثمان راقبها، خرجت خارج الميدان، خرجت خارج الميدان، وخرج الوحدة خارج المسابقة، والأهلي يقابل حطين في مربع الذهب. تذكروا تماما يوم قلت أنا هنا في هذا الملعب يوم إقصاء الطليعة، قلت ترقب يا وحدة، قلت تعال يا وحدة. منذ الآن بدأ التحدي، أشهره زيكو حنان يومها، يواصل زيكو حرمان الوحدة من التسجيل على مدار 90 دقيقة، ويواصل التألق ويهز شباك طه موسى. تأهل الأهلي والبقية عندكم، الأهلي كان الأفضل، الأهلي تأهل، حسمها الحمر، حسمها المارد، حسمتها القلعة، حسمتها حلب، حسمتها الشهباء كرويا على حساب الفيحاء. تأهل الاتحاد وأقصي الوحدة بنتيجة أمسية كروية ماراثونية وفوق شاقة وأكثر من متعبة، تمخضت عن متأهل أحمر وبرتقالي يبكي ويبكي ويعاين الحسرة ويتذوق المرارة. تأهل الأهلي مباشرة إلى أحمر. الله كرمنا الفوز، كرمال الجماهير ولعب ساندنا بحلب، وعلى طول معنا الحمد لله رب العالمين. مبروك لجمهور حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصراحة تحت ضغط كتير كتير كبير لننقذ موسمنا ببطولة. كل العالم يمكن بصراحة حكوا علينا وقالوا انه هذول اللعيبة ما مناح، هذا الفريق ممكن ما يعطيك شيء. نحن هذا الفريق لحد الآن اللي كلف فريق هالسنة الماضية ملايين وطلع ترتيبه سادس وكاش من ربع نهائي كاس. نحن هلا فترة جديدة، جانا مدرب برازيلي وشفنا اليوم الفرق، الفريق في شكل للفريق، عم نلعب تحت ضغط كثير كبير، والحمد لله انه الله اكرمنا. وانا لما كبيت البلنتي عندي يقين باذن الله نحن راح نفوز، لانه نحن تعبنا هذول ثلاث اسابيع تمرين صباحي مسائي. هذا الفوز نهديه لجمهورنا، بنهديه لادارتنا، بنهديه لمدربنا اللي تعب معنا، بنهديه للناس اللي بتحب نادي الاتحاد.
ألف مبروك كابتن، بتحكي لنا اليوم عن الفوز، كان فوز صعب بس الحمد لله بتسلم الحظ. أول شيء بسم الله الرحمن، نحن مستاء نربح، المدرب عمرنا تمرينين، نحن جاهزين لهي كنا لهي المباراة والحمد لله فرحنا جمهورنا، والمدرب كثير متطور، طورنا كثير، والفترة الجاية إن شاء الله أحسن، وإن شاء الله بنوعد جمهورنا إن شاء الله بالكأس إن شاء الله. كابتن اليوم كان ثقة الناس فيك كثير، رحت اليوم تفوت ركلات ترجيح، طبعاً بالإضافة لمجهود الشباب. شو بتحكي للناس اللي كانت بصراحة أول شيء الله وفقنا. ما حدا، لأنه الله بيعرف شو تعبنا نحن وشو انضغط علينا. بصراحة كنا نحن والمدرب لحالنا بخانة اليكحي طينا، الإدارة كتير ضغطت علينا، شلفتنا بالملعب، وأنتوا توفيقكم يعني بالنهاية، لأنه ما تقدم شيء نهائي للمدرب، ولأنه نحن كلاعيبة كان في مشاكل كتير من طرف اللاعيبة، مشاكل كتير من طرف الإدارة، في مشاكل كتير من طرف المدرب. صراحة هاي اللعبة كانت بالنسبة لنا تقريبا هي كل الموسم. انا بدي اطول شوي لانه بصراحه الشباب عايشين ضغط يمكن في حياتي انا ما شفته للامانه، يعني حتى حكينا ضغط على نفسي، صار لي اربع ايام يمكن في ثلاث اربع لعيبه مصاب مرضانين انا منهم، يعني عم نلعب غصب عنا لانه نحن حطينا بخانه اليك، بس بفضل الله عز وجل الله شاف تعبنا وما ضيعنا تعب، لانه كلياتنا ايد واحده بالنهايه، وقت ما بصير الشغل صح كله دي الشغل الصح يكون من فوق ولتحت، مو بس من اللعيبه، بتشلف اللعيبه بالملعب او تعطيهم راتب يلا خلاص مشي الحال. الحمد لله رب العالمين، هذا 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 نحن تحدي كان لانه واجهت فيه رئيس النادي، انه هذا تحدي لك، ونتحدى الاداره، ونتحدى الجمهور، ونتحدى العالم، لانه ما حد يرحمنا نهائي، ما حد يرحم اللعيبه نهائي. للامانه اللعيبه انظلمت، وجه الرجال ساعدنا وكان معنا كاني من عائلتنا، فبفضل الله عز وجل هذا اكبر دليل انه نحن اليوم في دم، في روح، في قوه، في شغل، وفضل الله توفيق الله عز وجل اكبر دليل. البلنتيات لا انا صديت ولا عملت شيء، هذا توفيق الله عز وجل، دليل انه نحن ايد واحده كنا عم نشتغل صح. صورة بس الفريق يا شباب، الاسيوي مثل ما بيلاقب جمهورك اليوم، نزلت وسجلت فورا. هلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحن شهر كامل عم نشتغل لمباراه الوحده، للامانه ما حدا قصر، بس وما حدا بيعرف الشيء اللي نحن مرين فيه بفريق الرجال، من المعاناه نحن عم نعاني منها. نحكي نحن هلا ما راح احكي في كثير قصص، ما راح احكيها هلا، مو وقتها يمكن، بس هلا بعد ما ربحنا صار وقتها نحكيها هي بحلب. بس الله بيعلم نحن كم لاعب تعبانين ومرضانين وعم نلعب غصب عننا، وبالنهاية رب العالمين كرمنا لأنه إحنا إيد واحدة. وهالزلمة أرسر المدرب البرازيلي الله ما رح يضيع له تعب، ما رح يضيع تعب هالناس عم تدعينا في بيوتها، رب العالمين كرمنا. نحن صرنا بنص نهائي هلأ، خطوة منصير بالنهائي وقادرين. نحن نادي الاتحاد بيبقى بيمرض ما بيموت، بس هاي هي اللاعبين اللي الناس عم تخون فيها، أنا هاي الرسالة دا وصلها، هاي اللاعبين اللي الناس عم تخون فيها. لا، الرياضة فوز وخسارة وتعادل، إذا خسرنا مو معناته إحنا خونة، وإذا ربحنا مو معناته إحنا أبضايات. الرياضة بتشتغل صح بتربح، بتشتغل سيء بتخسر. الحمد لله رب العالمين، ودرني أفرح الناس. مبروك حبيبي. هكذا إذن كانت، هكذا فرضت وليس هكذا كانت، هكذا استحقت وهكذا اتجهت، هكذا كرة القدم اختارت الاتجاه السليم الذي تختاره دائما كرة القدم السورية، باتجاه منصات التتويج والأدوار المتقدمة. لعبة الكؤوس، لعبة النفس الطويل، وعند الحديث عن النفس الطويل في حلب طرب يتحدث عن نفسه بهذا الاتجاه، وطرب الكرة امتداد له ليس إلا. أمسية كروية وضعت لحظاتها الأخيرة، ووضعت النقاط على حروفها الأخيرة، وانتهت في استاد الباسل في حلب. أترككم مع المشاهد الأهلوية الاحتفالية، أودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.